السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد محاضرة بعنوان Different Methods for Determination of the Order of Reaction، يعني الطرق المختلفة اللي اقدر احدد بيها الـ Order of Reaction. انا بحدد Order of Reaction ازاي؟ زي ما اتفقنا في اول محاضرة، ما اقدرش احدد الـ Order of Reaction من خلال النظر كده للمعادلة الكيميائية، ولا كده في مثلا حاجة كده قانون عوض فيه كده قبل ما اعمل التجربة يقول لك اه ده تدفعه ده First Order ده كان ده. لازم احدد الـ Order of Reaction من خلال تجارب عملية، دي ما فيهاش خلاف ابدا، ما فيهاش جدال. لازم اعمل تجربه زي ما بتشتغليها بالظبط في المعمل، كل فتره زمنيه بحسب التركيز المتبقي مثلا او تركيز البرودكت اللي اتكون، وبعد كده في الاخر في طرق بقى هندرسها النهارده اقدر احدد بيها الاوردر اوف ريأكشن. لكن كل الكلام ده مش نظري، كل الكلام ده قائم ان عندي اصلا داتا، عندي تجربه اتعملت وفي نتائج موجوده، ومن خلالها انا بقدر احدد الاوردر اوف ريأكشن. طيب ايه الطرق اللي موجوده؟ عندنا اربع طرق هناخدهم مع بعض. اول طريقه اسمها substitution method. substitution method طريقه التعويض، وهي فعلا هنعوض بايه وايه الهدف بتاعها. فكره الطريقه دي كلها قايمه ان انا عايزه احسب الريت كونستنت اللي هو الفاليو اوف كي، ريت كونستنت في كل خطوه او عند كل زمن في التفاعل. تمام، هحسب الريت كونستنت في كل خطوه في التفاعل. لو طلعت قيمه الكي ثابته واسمه كونستنت فلازم يكون ثابت، يبقى اذا الفرض اللي افترضته هيبقى مظبوط. طب تعالوا نشوف يعني ايه. دلوقتي انا عندي معظم التفاعلات الكيميائيه تبقى فيرست يا سكند يا ثيرد، ادي الثلاث قوانين جمعتهم لكم هنا اهو. لما يكون مديني كده جدول زي ما هنشوف دلوقتي بالظبط، وفي قراءات مثلا يقول لي عند كل 5 دقائق انا بسحب كميه من المحلول وبعمل تايتريشن وبديني التركيز، فانا عند كل 5 دقائق برضو هحسب قيمه الكي من خلال القيم اللي هم مديهاني. انا مش مفيش حاجه مجهوله، هم مديني التركيز ومديني التايم، هعوض بيه واجيب الكي في كل مره. تمام، والله طلعت الكي ثابته عند كل زمن، يبقى اذا التفاعل ده فيرست اوردر زي ما انا افترضت. طيب لا، طلع مختلف عند ال5 دقائق بقيمه وعند ال10 دقائق بقيمه مختلفه، لا يبقى مش فيرست اوردر. طب هعمل ايه؟ هقول طيب هفترض ان التفاعل بتاعي سكند اوردر، ادي القانون بتاع السكند اوردر اهو، وعوض بالقيم اللي هم مديهاني في تجربه. بعوض، انا وظيفتي ان انا بعوض بالارقام بس، وهحسب بالكي عند كل زمن. طلع الكي ثابت يبقى هو سكند اوردر، ما طلعش يبقى اذا هو ممكن يبقى ثيرد اوردر، وابتدي اعوض بنفس الطريقه. يبقى اذا هي كلها قايمه على فكره ايه؟ تعويض. تعويض في الثلاث قوانين الاساسيه لمعظم التفاعلات الكيميائيه، الفيرست والسكند والثيرد. طب تعالوا نشوف مثال عشان نشوف ازاي نقدر نعمل الحكايه دي. تعالوا نشوف المثال ده بيجي في صوره ايه. given the following data، اهو مديني داتا يعني تجربه عمليه اتعملت فعلا. determine the order of the action، مديني جدول A يعني ادي ماده متفاعله والتركيز بتاعها بوحده المول وكدلتا زي ما احنا عارفين، وادي التايم بتاعي بوحده السكند. تمام، بيقول لي ادي التركيزات بتاعه الاي كانت 5 2 كذا كذا، وادي التايم بتاعي 0 10 20 30. تمام، في بس ملاحظات عايزه اقولها الاول. دلوقتي عشان استخدم القوانين اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي الفيرست اوردر والسكند اوردر والثيرد اوردر، انا محتاجه يكون عندي قيمه الاي وقيمه الاكس وقيمه الاي ناقص اكس. خلي بالك لو نبص هنا مش مديك اي معلومه خالص، من جدول كده وشكرا واشتغلي بقى. اعرف منين بقى يا ترى ده مين؟ يا ترى الخمسه دي تمثل ايه؟ يا ترى الاثنين دي تمثل ايه؟ مين دول، اكس ولا ايه ناقص اكس؟ مبدئيا اول قاعده، طالما قال تي تساوي زيرو يبقى اذا ده الانيشال كونسنتريشن ايه. حلو، دي اول معلومه واضحه وسهله. طيب اللي بعد كده، انا بقى بيقول لي عند التايم 10 كان هنا كام؟ كان هنا 2، كان هنا 2. عند تايم 20 8 من 10، يبقى يا ترى الاثنين وال 8 من 10 دول يمثلوا بالنسبه لي ايه؟ ايه ناقص اكس ولا اكس؟ نتفق بقى هنا على حاجه كده ثابته مش هنغيرها. انا عارفه انه الاكس اللي هي النواتج بتزيد مع الزمن، بتزيد مع الزمن. هل هنا انا شايفه ان القيمه دي بتزيد مع الزمن؟ انا الزمن بزوده اهو وبلاقي هنا القيمه بيحصل لها بتقل، يبقى اذا دي اكيد مش الاكس. اللي بيقل مع مرور الزمن هو الاي ناقص اكس. تمام، يبقى الملاحظات البسيطه دي بس لازم نعرفها عشان لما نيجي نعوض في المسائل بتاعتنا في الجزئيه دي لازم اكون عارفه انا اللي استخرج من الجدول الانيشال كونسنتريشن وقيمه الاي ناقص اكس وقيمه الاكس عشان اقدر احسب واطلع قيمه الاوردر فراكشن المطلوبه.
يبقى اذا في المساله اللي قدامي دلوقتي انا عندي ال A تمثل 5 مول كولليتر، تمام، وعندي ال A ناقص اكس، ال A ناقص اكس على بعضها هنا 2 8 من 10 والرقم الاخير ده. طيب حلو، انا كده حددت المعطيات اللي عندي. هبتدي بقى اقول ايه اول خطوه في الحل، هو اسيوم ذا رياكشن از فيرست اوردر، انا هفترض الدفع ده فيرست اوردر، وبعدين هستخدم القانون بتاع الفيرست اوردر اللي انا كنت حاطه لكم قبل كده اهو، اهو ادي هستخدم القانون ده. تمام، انا محتاجه ال A عرفتها ليا 5، ال A ناقص اكس عندي مره ب2 ومره مش عارفه بايه وايه، وعندي التايم 10 20 30، هعوض ازاي؟ تعالوا نشوف. يبقى انا هستخدم القانون بتاع الفيرست اوردر، وبعدين هقول ال K T بتساوي ال K، طبعا ال T بتاعي هبقى هنا هحط ال T بتاعي استخدمه 10، فيبقى ال A ناقص اكس المقابل ليه 2، طبعا ال A ثابته على طول ب5. تمام، طيب واحسب ال K، وبعدين هعيد الخطوه تاني، هقول هعوض بان ال T المره دي ب20، فتبقى ال A ناقص اكس بكام؟ 8 من 10، ال A ثابته ب5، واحسب ال K، وبعدين هقول طب لو ال T ب30 هيبقى ال A ناقص اكس بكام؟ بكذا الرقم اللي قدامي ده، واطلع ال K. طلعت ال K في حالة التايم كان 10 و20 و30، ال K تقريبا ثابتة، نفس الرقم بيطلع لي بالظبط هو هو، اذا هذا التفاعل فيرست اوردر رياكشن. طب عملت كل ده وطلعت هنا عند التايم 10 K برقم، وهنا K برقم مختلف، وهنا K برقم مختلف خالص، يبقى مش فيرست اوردر. طيب طلعت K عند التايم 10 و20 زي بعض، بس عند ال 30 مختلف، برضو لا ما ينفعش، انا عايزه عند كل زمن هو مديهوني طلعت قيمه الكي ثابته. حصل ده، يبقى اذا الافتراض اللي افترضته الاول ان هو فيرست اوردر اكشن صح، ايه هذا التفاعل فيرست اوردر. طيب عملت كل ده ومش فيرست اوردر، هقول هفترض ان التفاعل ده سكند اوردر، واستخدم المعادله بتاعت السكند اوردر واعوض بنفس الطريقه في كل تايم واحسب قيمه الكي، خلاص طلعوا ثابتين يبقى سكند اوردر، طلعوا في اختلاف يبقى مش سكند اوردر. هي المسائل تبقى طويله شويه فعلا، بس دي الاستفاده من الشغل بتاعك، انك انت عندك بقى انت اللي بتطلعي بيانات عن التفاعل، مش انا مديكي تفاعل بقول لك يلا عوضي في القانون اللي انت حافظاه وطلعي لي التايم وطلعي لي الايه والكلام ده كله، لا انت عندك تفاعل مجهول خالص، مش عارفه عنه اي حاجه، مش عارفه اسماء المواد المتفاعله ايه، انت اللي بتطلعي كل البيانات اللي محتاجاها من خلال جدول، ومن خلال الدراسه بتاعتك كلها بتطلعي لي كمان اوردر اوف اكشن بيبقى شكله ايه. طيب دي كلها تعتبر الطريقه الاولى في تعيين الاوردر اوف اكشن. تمام، طبعا انا اديك هنا مساله هتحلوها، بس بتيجي في الجزئيه دي بشكل مختلف. طب تعالوا نقراها بس نشوف بيتحل ازاي. Given the following data determine، عايز حاجتين هنا، عايز ال order of reaction with respect to A المادة الأولانية A، وبعدين عايز ال overall rate of reaction. يعني ايه بقى المطلوبين دول؟ ابص على الجدول المرة دي، انا عندي مادتين متفاعلتين. طبعا خلي بالنا زي ما احنا عارفين ان مش شرط يكون عندي مادتين بيتفاعلوا مع بعض يبقى التفاعل second order. خدنا امثلة كتير بيبقى فيه مادتين متفاعلين مع بعض واحدة منهم ملهاش اي تأثير على rate of reaction خالص. تمام، فاذا لازم هستخدم طريقة التعويض على مهلي عشان احسب المطلوب. هو عايز ايه؟ بيقول احسبي لي order of reaction بالنسبة للمادة ايه. يبقى انا كأن عندي مادة واحدة بس، بستخدم طريقة التعويض اللي حكينا عنها، ان بعوض كل مرة في القانون عند كل تايم وبحسب الكي، طلع الكي ثابت، يبقى اذا التفاعل فيرست اوردر ويز ريسبكت تو ايه. طبعا انا عارفه ان المسائل دي تبقى يعني مش صعبه، لكن محتاجه تدريب شويه، عشان كده انا هحلها انا بايدي وابعت لكم فيديو خاص بحل مسائل في الجزئيه دي. بس برضو انا عايزه قبل ما ابعت الفيديو انتوا تجربوا بايديكم، لان هي سهله، هي عباره عن خطوات روتينيه ما فيهاش اي فكره يعني. تمام، عايزاكم تحاولوا الاول، بعد كده انا هبعت لكم طريقه الحل. الخطوة الثانية ايه بقى؟ يبقى الخطوة الأولى زي ما احنا حكينا في المسألة اللي فاتت، أمال ايه الأوفر أول ريت ده؟ قصده ايه؟ قصده إن أنا كمان أنا عندي مادة تانية بيه. طب أنا قلت مثلا التفاعل بتاعي ده هو فيرست أوردر بالنسبة لإيه؟ طب بالنسبة لبي كام؟ يبقى هعيد نفس الخطوات بالنسبة لبي. وبعدين طلع التفاعل فيرست أوردر بالنسبة لإيه؟ وفيرست أوردر بالنسبة لبي،
يبقى اذا المعدل التفاعل الاوردر اوف رياكشن للتفاعل كله هيساوي ايه؟ يبقى سكند اوردر. نقول تاني، انا عندي مادتين، عشان احسب الاوردر بتاع الرياكشن كله يبقى انا هشوف الاوردر او الاوردر اوف رياكشن بالنسبه للماده الاولانيه، يعني بيعتمد عليها ولا لا، وهل هو فيرست ولا سكند، وبعدين اعيد نفس الخطوات حل المساله بالنسبه لبي واشوف يا ترى طلع تفاعل فيرست اوردر ولا سكند اوردر بالنسبه لبي، وبعدين اجمع الاوردر هنا والاوردر هنا يطلع لي الاوردر بتاع الرياكشن كله على بعضه. تمام. دي كلها الطريقه الاولى لحل او لاستنتاج الاوردر اوف رياكشن. الطريقه الثانيه طريقه سهله جدا مباشره قوي، ان انا هرسم رسم بياني. انا عارفه ان كل تفاعل ليه رسم خاص بيه مميز ليه، والله طلع بنفس الشكل اللي انا عارفاه، يبقى هو تفاعل فعلا فيرست، يبقى هو سكند، يبقى هو ثيرد. يعني ايه؟ انا مديني الجدول مثلا الاولاني اللي احنا شفناه ده، خلاص هفترض ان هو فيرست اوردر. طب انا فيرست اوردر كنت برسم علاقه بين ايه؟ كنت برسم علاقه بين لوج اي ناقص اكس على المحور الصادي، والتي طبعا ثابته عندي على المحور السين. والله جبت اللوج اي ناقص اكس في كل مره ورسمت وطلع الخط بالمنظر ده، يبقى هو في تفاعل فيرست اوردر. طب طلع غير كده يبقى مش فيرست. اروح رسم العلاقه الثانيه، اكس على اي ناقص اكس، اي في اي ناقص اكس على المحور الصادي والتي على المحور السيني، واشوف الخط طلع لي كده اهو زي بتاع السكند اوردر بالظبط، يبقى سكند اوردر. طلع لي بقى منحنى، طلع لي شكل تاني، يبقى هو مش سكند اوردر. طيب اعمل ايه بعد كده؟ خلاص يبقى الاحتمال الاخير مفيش قدامي غيره ان هو ثيرد اوردر، وارسم العلاقه المفروض يطلع لي الخط بالمنظر ده، يبقى هو ثيرد اوردر رياكشن. تمام. يبقى اذا الطريقه دي كلها قايمه ان انا برسم الرسم بياني، عشان كده سموها جرافيكال ميثود، يعني طريقه الرسم البياني كله. انا هرسم رسم بياني بين البيانات اللي هو مدهاني في المساله او في الجدول. تمام. وبشوف شكل الخط طلع زي ما انا متوقعه للفيرست يبقى فيرست، طلع زي ما انا متوقعه للسكند كده هو يبقى سكند، طلع زي الثيرد يبقى ثيرد. تمام. طيب اللي انا عايزه اقوله ايه؟ طب ما انا بقول طب ما الطريقه دي سهله، خلاص احنا هنشتغل بالطريقه دي وبلاش سبستيوشن. السؤال في الجزئيه دي مش بيجي كده، سايبها لك مفتوحه، يعني انا مش هقول لك. لو انا قلت في السؤال determine the order of reaction using substitution method، يبقى اذا لازم انت مجبره تستخدمي الطريقه الاولانيه بتاع التعويض الطويله دي. سبتها لك مفتوحه، يبقى انا ممكن استخدم الطريقه اللي تعجبني. يبقى انا عندي الطريقه الاولى وعندي طريقه الرسم بياني براحتي، يبقى خلي بالنا من السؤال. لو انا محدد طريقه معينه هستخدمها، لو انا سايبها لك بقول لك حددي لي اوردر اوف رياكشن وسايبها لك مفتوحه، يبقى انا بستخدم الطريقه اللي تعجبني، المهم اطلع الاوردر اوف رياكشن مظبوط. اتوقع الطريقه دي سهله. طيب الطريقه الثالثه اسمها الهاف لايف تايم، طريقه فتره نصف عمر التفاعل، تي هاف اللي احنا عارفينها. انا بعمل ايه المره دي؟ انا بدل ما كنت هحسب الكي زي طريقه السبستيوشن، انا المره دي هحسب التي هاف. هحسب التي هاف. انا عارفه ان الفيرست اوردر رياكشن القانون التي هاف بتاعته بتساوي 0.693 على الكي. تمام. طيب وللسكند التي هاف بتساوي 1 على الكي ايه؟ طب وللثيرد 3 على 2 كي تربيع. طيب ايه الملاحظ من الثلاث قوانين دول؟ ان انا لما حسبت التي هاف للفيرست اوردر رياكشن، نرجع كده تاني، شايفين واحنا قلناها قبل كده ان هنا هو التي هاف لا يعتمد على الانيشال كونسنتريشن. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الايه مش موجوده معايا، مهما غيرت قيمه الانيشال كونسنتريشن الاقي التي بتاعتي التي هاف ثابته. تمام. هنا بيعتمد على الانيشال كونسنتريشن، وبيتناسب كمان تناسب عكسي مع الفيرست باور او الاس الاول للانيشال كونسنتريشن، بيتناسب عكسيا برضو مع الانيشال كونسنتريشن. فمن خلال النتائج دي كلها قال طب انا هفضل بقى اعوض واحسب التي هاف، هل في طريقه قانون بخطوه كده سهل اعوض بيها واجيب الاوردر في اكشن؟ قال لي اه. فرضا هو اداكي تجربه عمليه، والتجربه دي عادها عند الانيشال كونسنتريشن مثلا 5 وعند الانيشال كونسنتريشن 7، بيقول لك طلعي الاوردر في اكشن. هفضل احسب بقى عند 5 واحسب عند 7 واطلع التي هاف ثابته ولا مش ثابته عشان اعرف؟ لا، قال لك في معادله كده استنتجوها. قال لك احنا لاحظنا ان التي هاف للتركيز الاولاني تمام بيتناسب مع، او حطوا استنتجوا كده معادله عامه اهي، ان التي هاف بيتناسب مع 1 على ايه اس ان ناقص 1، لان ده الاوردر اوف رياكشن.
لو انا عندي فيرست اوردر يعني الان دي تبقى بواحد، يبقى واحد ناقص واحد زيرو، يبقى اذا تي هو فعلا لا يعتمد على ايه، على ايش كونسنتريشن. طب السكند اوردر، السكند اوردر يعني ان دي باتنين صح، يعني اتنين ناقص واحد تبقى واحد، وفعلا تي هو بيتناسب مع واحد على ايه، تحت واحده في المقام اس واحد اهي. طيب لو اتفعل ثيرد اوردر يعني ان دي بتساوي 3، 3 ناقص 2 يبقى سوري 3 ناقص 1 تساوي 2، وده فعلا بتاع القانون بتاع الايه او التناسب بتاع الثيرد اوردر ديدكشن. فاستنتجوا من هنا كده معادله عامه العلاقه بين التي هاف وبين الانيشال كونسنتريشن لاي اوردر، ان تي هاف تتناسب مع 1 على ايه اس ان ناقص 1. طب لو انا عندي اتنين تركيزين initial concentration، يعني انا عندي تجربة عملية اشتغلتها ب initial concentration زي ما قلت لكم 5، ونفس التجربة عدتها تاني ب initial concentration 7، تمام؟ يبقى ادي initial concentration الاولاني وادي ال initial concentration التاني، حلو؟ طيب يبقى اذا ال T half عند التركيز الاولاني هيتناسب مع المعادلة اهي، 1 على A1 التركيز الاولاني اس ان ناقص 1. طب ولما استخدم تركيز رقم 2 التركيز الثاني اللي هو 7 مثلا، يبقى اذا التي هاف الثاني هيتناسب مع 1 على ايه التركيز انيشال كونسنتريشن الثاني اس ان ناقص 1. وبعدين اقسم كده الاثنين على بعض، اقسم التي هاف الاولاني على التي هاف الثاني هيساوي ده على ده، يبقى انا هقسم، بصوا خليكم كده معايا مع ايدي، هقسم ده على ده يساوي ده على ده، بيطلع المعادلة الأخيرة دي. يبقى إذا تي هاف 1 على تي هاف 2 إيكوال A2 أس إن ناقص 1 على A1 أس إن ناقص 1. رحت واخدة الاتنين كده كأني محادة الأس للكل، يعني الاتنين على بعض أس إن ناقص 1. وبعدين هاخد لوج الطرفين، خدت لوج الطرفين فأصبحت لوج تي هاف 1 التي هاف الاولاني على التي هاف الثاني بتساوي ان ناقص 1 لوج 2 على انه على ايه 1. خلاص خلي ان ناقص 1 في ناحيه وودي كل الحاجه الناحيه الثانيه طبعا مقسومين، تمام؟ وبعد كده يعني رتبي المعادله بحيث ان كمان هتخلي الان في طرف لوحدها، يبقى اذا ان ناقص 1 اخليها في طرف لوحدها، اودي ده كله الناحيه الثانيه مقسوم وكمان اجمع عليهم الواحد ده، فتطلع لي المعادله اللي قدامك دي كلها، ان بتساوي 1 زائد لوج تي هاف الاولاني ناقص لوج تي هاف الثاني على لوج الانيشال كونسنتريشن الثاني ناقص اللوج الانيشال كونسنتريشن الاولاني. ابسطها اكتر، خدت اللوج بره كده ورحت اقسم تي هاف 1 على تي هاف الثاني، وهنا لوج واحده وهنا الانيشال كونسنتريشن لا دي معلش غلط كده نصلحها. دي التاني على الاولين، تمام كده؟ يبقى اذا بكتب بدل ما اكتبها كده اهو، لا انا خدت اللوج كاني خدته كده بره مشترك خالص، وقدمت التي هاف الاولاني على التي هاف التاني، وهنا لوج التركيز التاني على التركيز الاولاني. طيب تعالوا نشوف مساله ونعوض بيها ونشوف ازاي اقدر اطلع الاوردر اوف رياكشن في حاله انه مديني تركيز ومديني تي هاف بس، مش مديك اي حاجه تانية، مش مديك اللي طايم ولا حاجه. نقرا كده المساله. In case of a reaction يعني عندي تفاعل، it was found that time necessary to decompose half of the quantity، الطايم الزمن المطلوب عشان اعمل ديكومبوز اكسر نص الماده المتفاعله، كل الاكسبريشن ده بيقول ان الرقم ده ايه، تي هاف. التي هاف ان نصف كمية المادة المتفاعلة يحصل لها decomposition disappear react، نفس المفهوم بيعني ان الرقم ده هو تي هاف. كان تي هاف كام؟ 410 ثانية. امتى؟ هو انت initial pressure was 360 ملم، يبقى اذا تفاعل المادة المتفاعلة بتاعتي ان هو طبيعتها جاز مش solution، فبدل ما بستخدم تركيز بستخدم pressure، تمام. وبعدين عاد نفس التجربة خلاص بتركيز مختلف من الماده بتاعته، فكان التايم بتاعي 880 ثانيه لما لان البريشر بتاعه كان 169 ملم، عايز يحسب الاوردر اوف اكشن ده، يبقى انا مديني تي هاف ومديني كونسنتريشن، يبقى هستخدم الطريقه دي.
سي هاف ومديني كونسنتريشن هستخدم الطريقه دي. هعوض في القانون اللي قدامنا ده ان بتساوي 1 بلس لوج تي هاف الاولاني على تي هاف الثاني مقسوم على لوج التركيز الثاني على الاولاني. طيب انا عندي تي هاف الاولاني كام؟ 410 اهو، والتي هاف الثاني كام؟ 880. عوضت اهو على لوج التركيز الثاني كان كام؟ التركيز الثاني اهو، على التركيز الاولاني كان كام؟ اهو. عوضت تعويض مباشر بالآلة الحاسبة، نقدر نطلع قيمة الاوردر اوف رياكشن، ولو عوضته هيطلع لك الاوردر اوف رياكشن سكند اوردر، يعني ان دي تطلع باتنين، لان لما نحل المسألة انتوا دي تكملوها، انا بس كتبت لكم التعويض في القانون، هتعوضي هيطلع لك الان بتساوي اتنين، يبقى اذا انت فعلت ايه؟ سكند اوردر رياكشن. تعالوا نشوف اخر طريقة عندنا، حاجة اسمها differential method. differential method differential method المقصود هستخدمها امتى؟ قالك هنا انا مديك الريت اوف رياكشن. الريت اوف رياكشن عارفين ان هو بيتناسب او بيعتمد على التركيز بتاع المادة المتفاعلة، وادي المعادلة العامة للتركيز، سوري معادلة العامة للريت، الريت ايكوال دي اكس عدد تي بتساوي كي سي اس ان، طبعا سي ده هو التركيز يعني. تمام، هفترض ان انا عندي تركيزين مختلفين سي 1 في 2. تمام، فايه اللي بيحصل؟ هاخد لوج المعادله اللي فاتت دي، هقول لوج دي سي 1 عدد تي بتساوي لوج كي زائد ان لوج سي 1. جت منين؟ شايفين المعادله دي؟ لو عملت كده خدت لوج الطرفين عشان اشيل تفاضل، هيبقى ايه؟ لوج الحته دي كلها، لوج التركيز ده كله بتساوي لوج كي بلس ان لوج سي اهو، يبقى لوج انا شلت الاكس بس وهتحط معوض عنها في السي، لوج دي سي 1 عدد تي بتساوي لوج كي زائد ان لوج سي 1. وعندي التركيز الثاني هعيد نفس المعادله، لوج دي سي 2 عدد تي بتساوي لوج كي زائد ان لوج سي 2. وبعدين خد لوج الطرفين، هيطرح المعادلتين من بعض، يبقى لوج دي سي 1 على دي تي ناقص لوج دي سي 2 على دي تي بتساوي، لما يطرحوا من بعض في حاجات هتروح مع بعض، لوج كي واللوج كي لان هو نفس التفاعل بس استخدم تركيز مختلف، طالما نفس التفاعل اصبحت الكي ثابته. الاختلاف الوحيد اللي عندي بقى اللي هو التركيز، ان لوج سي 1 ناقص ان لوج سي 2، فاخد الان بره مشترك. رتب المعادله بشكل معين، يبقى اذا انا عايزه الان، اخد الان لوحدها هتساوي لوج دي سي 1 على دي تي ناقص لوج دي سي 2 على دي تي على ده ناقص ده. تمام، طيب ادي مساله تعويض مباشر في القانون اقدر من خلالها اجيب الاوتو ريفلكشن. طب تعالوا نقراها. In the reaction between NO and H2 we found minus dB على dt equal 1.5 millimeter second minus 1 for pressure equal كذا. يبقى انا مديني اهو الانيشال كونسنتريشن، او مديني الكونسنتريشن مش انيشال، هو مديني الكونسنتريشن وبس، مديني التركيز اهو، وكمان مديني الريت اوف رياكشن 1.5 مليمتر لكل ثانيه للماده ان او. خلاص، وكان الريت بتاعي بيساوي 25 من 1000 لما كان الضغط بتاع الماده بتاعتي، عشان ده غاز، الضغط كان 152 ثابت للهيدروجين. تمام، on the other hand when the pressure of NO is constant it was found that the rate كان كذا للهيدروجين عند at 289 مليمتر خلاص and 79% مليمتر بير سكند for pressure of 147 مليمتر. find the order of reaction. عشان احل المسألة دي يبقى انا محتاج كده برسم، انا بكتب جدول، الجدول ده انا عندي هنا اتنين رياكتنت، عندي ال NO وعندي الهيدروجين خلاص، وببتدي تحت كل ماده بكتب التركيز بتاعي وبكتب الريت. يعني انا مثلا انا عندي الماده الاولانيه اللي هي ال NO اول اكسيد النيتروجين خلاص، ايه التركيزات بتاعتها؟ مره قال لي 359 ومره قال لي 152 خلاص، وبعدين بعد كده ثبت التركيز بتاعها خلاص. نيجي للهيدروجين، كان مرتين مثبت التركيز بتاعه مش مغيره، وبعدين مره كان 289 ومره كان 147 خلاص. في كل مره بيديك الريت، يعني لما كان تركيز بتاع ال NO 359 كان الريت 1.5،
لما كان التركيز بتاع ال N O 152 كان الريت 25 من 1000، خلاص. طيب لما كان تركيز الهيدروجين 289 كان الريت 1.8، ولما كان تركيز الهيدروجين بتاعي كان 147 كان الريت 79 من 100. مديني هنا الريت لكل خطوه ولكل تغيير في التركيز كل ماده، والمطلوب مني تعويض مباشر في القانون ده. بس عشان اعوض صح انا بكتب كده النقطات على عندي كده لوحدها كده في صوره جدول، واعوض بيه في القانون المباشر ده على طول، فيطلع لي الاوردر اوف ذا اكشن. زي ما قلت لكم هي المسائل بتيجي تعويض مباشر وسهله، ما فيهاش اي حاجه خالص، بس هي محتاجه ان الواحد يكون فاهم الحته دي. يبقى احنا ايه ملخص محاضره النهارده؟ ان انا عشان احدد الاوردر اوف اكشن، اولا انا هحدد من خلال تجارب عمليه. عندي اربع طرق مختلفين. اول طريقه اسمها سبستيوشن، معتمده ان انا بفرض ان التفاعل بتاعي هو مره هيكون فيرست، خلاص، وبعدين هحسب الريت كونستانت في كل خطوه عند كل زمن. طلع ريت كونستانت كان ثابت، يبقى اذا الافتراض بتاعي ان هو فيرست اوردر كان صح. طلع متغير، هفترض ان هو سكند اوردر، وبعدين اعيد نفس الشغل تاني لغايه لما اطلع قيمه الكي ثابته في كل زمن. يبقى اذا هذا التفاعل هو زي ما انا افترضته ان هو فيرست او سكند او ثيرد. طيب الطريقه الثانيه جرافيكال، برسم رسم بياني مباشره. لو طلع الرسم البياني اللي رسمته مطابق للفيرست اوردر فيبقى فيرست، شكل الخط بتاع السكند اوردر فيبقى تمام سكند اوردر، طلع زي الثيرد اوردر فيبقى برده هو ثيرد اوردر. طب الطريقه الثالثه او الرابعه عباره عن قانون مباشر بحسب منه الان. بس في الطريقه الثالثه لازم يكون مديني في المساله قيمه التهاف، لكن في الطريقه الرابعه لازم يكون مديني الريت، لازم يكون مديني الريت. يبقى انا اذا بختار الطريقه على حسب المعطيات اللي عندي في المساله. مديني الاوردر اوف اكشن يبقى هستخدم الطريقه الثالثه، مديني سوري مديني التي هاف هستخدم الطريقه الثالثه، مديني الريت اوف اكشن اللي هي دي سي على دي تي فهستخدم الطريقه الرابعه، مديني جدول فيه بيانات يبقى انا حر استخدم الطريقه الاولى او الثانيه طالما ما فيش تحديد. محاضره النهارده بسيطه وسهله جدا، بس هي قايمه على ان انا استخدم الحل بنفسي، اجرب الخطوات بايدي. وزي ما قلت لكم انا عايزه الكل يجرب، ولما الاقي منكم محاولات انا هصور لكم فيديو بكل المسائل بتاعه الجزئيه دي كلها، وانا اللي هكون حلها بايدي قدامكم عشان يبقى الموضوع سهل ان شاء الله. اتمنى تكون المحاضره بسيطه وواضحه، وشكرا والسلام عليكم.